بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عندما تكون عميلا صهيونيا بامتياز وبالمجان يستفيد منك العدو في كل مكان وتعتبر واحدا من المصادر المهمه جدا ليس فقط لتزويده بالمعلومات بل ايضا لتنفيذ استراتيجيته واجندته الخبيثه وانت لا تقبض اثمانا انت مجرد عميل صهيوني بامتياز وبالمجان وتشارك وتساهم في ارتكاب وتنفيذ كل الجرائم التي هي في ربقه وفي عنق هذا العدو الصهيوني. خلال الفتره الماضيه ومنذ ان انشات وسائل التواصل الاجتماعي وتحديدا بعد ان خسر الكيان الصهيوني حربه العدوانيه في العام 2006. كانت هنالك دراسات تجري على قدم وساق كيف انتصر حزب الله؟ ولماذا انتصر هذا الحزب علينا؟ وكيف يمكن ان نجهض انتصاراته المقبله؟ اشتغلوا على هذه القاعده وقام الموساد وباقي الاجهزه الاستخباريه لهذا الكيان بالعمل على مسارين. الاول هو اطلاق الجيوش الالكترونيه لبث الشائعات والفتنه او التعاطف لجذب التفاعل ومشاركه الصور والاحداثيات وغيرها في كل العمليات التي يقوم بها هذا الحزب وحتى باقي فصائل المقاومه بس التركيز على هذا الحزب تحديدا. والثاني هو توظيف خلايا رصد لتحليل المعلومات والوقائع وإيرادها بتقارير ترفع للقيادة الأمنية العليا طبعا حزب الله انتبه إلى هذا الموضوع ولهذا هو استهدف قاعدة جليلوت واستهدف الوحدة 8200 لأنها رسالة كانت رسالة مهمة جدا إلى أننا نعرف بنواياكم وقبلا ايضا في عمليه طوفان الاقصى قامت المقاومه الفلسطينيه بنقل بيانات قاعده بيانات رئيسه عن اسماء وشخصيات ومواقع وعناوين الكثير من هؤلاء الذين يعملون عملاء بالاجره للكيان الصهيوني وتحديدا للوحده 8200، لكن تعد وسائل التواصل الاجتماعي مصدرا هاما للمعلومات لدى الاجهزه الامنيه والاستخباريه في كل انحاء العالم. وكل هذه الاجهزه الاستخباريه عملت واشتغلت لصالح هذا الكيان الصهيوني لتخدم الهدف المنشود وهو تجفيف تجفيف منابع ومصادر وقوه حزب الله تحديدا وباقي فصائل المقاومه. وعلى هذا الاساس فان كيان الاحتلال والاجهزه الاستخباريه الغربيه اعتبرت ان اخفاق الكيان في العام 2006 يعود الى انهم لم يكونوا يعرفون الكثير من المعلومات عن القياده ومنظومه الاتصالات في داخل حزب الله. هذه الخلايا التي تم زرعها وبثها في وسائل التواصل الاجتماعي تعمل على عدد من المعايير. الدعايه والمعلومات المضلله اكاذيب اللي تشوفوها مثلا في لبنان تحدثوا عن مثلا ان هؤلاء المسعفين المسعفين انهم اعضاء في حزب الله وفي المقاومه العسكريه وتم استهدافهم واستشهد العديد منهم، في العراق ايضا هنالك الحديث في داخل منظومه وسائل التواصل الاجتماعي وحتى في القنوات الفضائيه أن قوافل المساعدات والإغاثة التي يرسلها العراقيون استجابة لنداء المرجع الأعلى سماحة الإمام السيد علي السيستاني هذه القوافل حملت أو تحمل أسلحة إلى حزب الله وإلى المقاومة في لبنان فيستهدفها واستهدفها الكيان الصهيوني وعندما نقول واستهدف قوافل إغاثة وعندما نقول أن هؤلاء يروجون للرواية الصهيونية وهم عملاء شاء يعني منتظمون أو غير منتظمون عميل وإن لم ينتمي يقولون نحن نقلنا عن أو تطالبهم بالدليل يقول الدليل هو الكيان الصهيوني يقول يعني يروجون يعني هو هذا الهدف اللي تحقق للرواية الصهيونية فأقول هذه الخلايا تعمل على نشر معلومات مضللة كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي والوصول إلى عدد أكبر من ال... من الجمهور يستهدفون ب... طبعا وإنشاء حسابات مزيفة ويقومون أيضا بنشر هذه الرواية والسردية الصهيونية والغربية التضليلية عبر تأسيس أيضا حسابات مزيفة وروح شوفوا بنته يمكن أيضا أن تنشر المعلومات المضللة أو المضللة والمضللة بعد أن تتم مشاركتها دون نية خبيثة منك ومني وما نعرف شنو القصة ما نعرف هنا البصيرة هنا مهمة وتنشر هذه بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي وغالبا ما تغذيها الإثارة من جهة وطبيعة الحدث والطبيعة الفيروسية للمحتوى أي الخوارزميات عبر الإنترنت تشوف نفسك بعد هذا التحقيق الاستقصائي انا لا ابرئ نفسي انك انت عميل دون ان تعرف وبامتياز وبالمجان للكيان الصهيوني. في قضيه التجسس السبراني هذا المسار الاخر والمراقبه يمكن استغلال من قبل هذا الكيان والاجهزه الغربيه الاخرى وطبعا التابعه الرديفه في المنطقه العربيه استغلال منصات التواصل الاجتماعي للتجسس من خلال جمع البيانات المتاحه للجمهور والتسلل إلى حسابات المستخدمين ومراقبة الأنشطة عبر الإنترنت أنا تحدثت لكم سابقا عن أن هذه المصادر المفتوحة مفتوحة سهلة يعني ما في داعي هم يحطون جاسوس ويذهب ويكتب تقارير لا المصادر المفتوحة تعتبر مصادر أساسية هاي وسائل التواصل الاجتماعي القنوات الفضائية بسهولة بمراقبتها من قبل الأجهزة الاستخبارية وتحديدا من قبل الكيان وكل الأجهزة الاستخبارية الغربية تدعمه يمكن استخدامها لجمع المعلومات الاستخباراتية عن الأفراد وعن المنظمات والحكومات وتوفير معلومات قيمة لتخطيط وتنفيذ حملات حرب المعلومات التي تسبق في الغالب الحرب الميدانية العمليات النفسية تهدف أيضا إلى التأثير على عواطف ومواقف وسلوكيات الجماهير المستهدفة وهذه ايضا يمكن ان تتضمن استخدام الرسائل المستهدفه والمحتوى المشحون عاطفيا والمعلومات المضلله للتلاعب بالتصور العام وزرع الفتنه. اين الشيعه؟ بعدين من الشيعه يضربون يقول الشيعه يريدون ينشرون التشيع وهكذا. والان لو تشوف حتى الان بعض اولئك الناشطين مع كل الاسف في هذا الصراع الطائفي اقول الذين يتحدثون يدافعون عن يعني الشيعة يدافعون عن منهج أهل البيت بطريقتهم الخاصة وسنة أيضا وتحديدا للوهابيين أيضا يردون عليهم روح شوف الآن ازدادت وتيرة هؤلاء بعد طوفان الأقصى وكثرت بعد اغتيال السيد الشهيد القائد في لبنان ليش؟ لماذا لا يجل الاهتمام بهذا هذا الموضوع الأساسي لورزية الخميس الموضوع الأساسي وغالبا ما تستغل هذه العمليات لبث الانقسامات والتوترات الاجتماعيه القائمه وتضخيمها لتحقيق اهداف استراتيجيه. لانه الشيعه الان هم متصدرون اقولها بصراحه يتصدرون المشهد للدفاع عن اخوانهم السنه في فلسطين فهؤلاء ايضا يجب تشويههم بطرق مختلفه وانت قد لا تعرف انت تقوم وتساهم في التشويه من خلال الإعادة النشر لأولي تلك الفيديوهات والمقالات والتقارير والتغريدات التي تدافع عن مدرسة أهل البيت على حتى في هذا الظرف لكل مقام مقال، اكو فقه اسمه فقه الأولويات الأولى فالأولى، الأهم فالأهم، المرحلة الآن شو تحتاج؟ هذا أيضاً يستغله العدو ليجعل منك دون أن تعلم عميلاً صهيونياً بامتياز وبالمجان. ولتحقيق أيضا هذه الأهداف يتم الاستعانة بشبكات الروبوت والحسابات الآلية وأيضا يجري تزييف عميق عبر استخدام الذكاء الاصطناعي وكرر استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور ومقاطع فيديو وصور وصوت وأيضا واقعية لكنها خاطئة وأيضا هنالك اختطاف للهاشتاغات والتلاعب بالاتجاه وعبر هذه التقنية يجري تعطيل المحادثات وأرباك الجماهير واختطاف اتجاهات وسائل التواصل الاجتماعي لصالح هذا الكيان وايضا يجري هناك استهداف جغرافي عبر تكتيكات خاصه التركيز على مناطق معدده مناطق جغرافيه محدده مثلا ايران العراق لبنان اليمن وجاي تشوف انت وسائل التواصل الاجتماعي ماذا تفعل وبغض النظر عن نوايا الناشرين هذه هذه النقطه الاساسيه والمتفاعلين انا اعرف انت ممكن نيتك حسنه ممكن نيتك تكون بغض النظر عن هذه النوايا فإن عدم التصرف بوعي أحبائي والإنجرار وراء الأخبار المغلوطة أو تجير وقائع الحدث لبث الرعب أو الفتنة الرعب هسه قاعدين ما عندنا امكانات وراح يدمرونا وراح يذبحونا وراح يبيدونا عن ظهر ابينا، هسه عدا هؤلاء الاعضاء في الوحده 8200 انا اقول بعيدا عن كل هذه النوايا والكشف عن معلومات امنيه يجري دائما وشخصيات حساسه فان النتيجه واحده وهي انجاح عمليه العدو واهدافه والتحول الى عميل بامتياز للصهيونيه وبالمجان اعذروا ذلك ابقوا معنا قبل الحدث وبعده مفاتيح العمليه السياسيه تبدا من هنا في هذا الصراع الطويل وانا اخذ فقط يعني ما بعد الطوفان طوفان الاقصى كمرحله اساسيه بعد السابع من اكتوبر وطبعا ما تلتها من ممارسات مهمه جدا مثل اختيال رئيس المكتب السياسي لحركه المقاومه في طهران و تهديد ايران بالرد انذاك وبعد ذلك طبعا استشهاد سيد شهداء الارض بالمناسبه كلم يعني هذا سيد شهداء الارض وشهيد الاسلام والانسانيه الاخوه في اليمن العظيم الحبيب هم اطلقوا هذه التسميه على سماحه السيد القائد الشهيد حسن اقول حتى بعد استشهاده ايضا تكررت هذه السرديه الأمريكية الصهيونية الغربية البعث وهابية هذه الب... دائما قبل الحدث بعد الحدث احنا نشهد هذه السردية في البداية أين إيران وعندما تتواجد إيران وترد هذا الرد مسرحي ومع الأسف كما قلت في المحور الأول الكثير بحسن نية بسوء نية عنده موقف شخصي حشر مع الناس عيد بالروح بالدم نفديك يا تشان هذول الجماعة اللي تعرفوهم طبعا عدا اولئك المنتظمين بشكل كامل في منهج محدد يرددون نفس هذه السرديه نفسها وهذا التعامل الصهيوني امريكي غربي الان يعني انت ترى هذا الكيان الصهيوني هو غير قادر على مواجهه المقاومه غير قادر المقاومه في لبنان لوحدها قادر على ازاله هذا الكيان لوحدها بشرط ايضا ان تصفي الطريق تعبد الطريق الذي يذهب بها الى انهاء هذا الكيان من العملاء في الداخل لكن الكيان خلفه امريكا والغرب لانه هو قاعده غربيه، قاعده عسكريه متقدمه لهذا الكيان الغربي وياتي يوم يعني هذا النظام الدولي الذي انتج هذا الكيان سينهار. والان تباشير انهيار النظام الدولي واضحه. وفي المقابل او كنتيجه طبيعيه هذا الكيان ايضا سينهار اذا لم يسبقه. اذا لم يسبقه. فعلى هذا الاساس هم يعتمدون على مسارين. المسار الاول هو الجهد العسكري المركز للدفاع او الهجوم والثاني وهو لا يقل اهميه خلق سرديه، خلق روايه اعلاميه تمهد الطريق للتعامل مع اي من الخيارات الطارئه اثناء الحدث او بعده وهذا يعتمد بدوره على المعلومات الاستخباريه بالدرجه الاولى والتقدير السياسي لاختيار رد الفعل الذي يحقق المصلحه وانا ذكرت لكم في المحور الاول كيف يجري ايجاد وتكوين خلايا تتطوع لترويج هذه الروايه والعمل في هذا المسار مجانا. فمثلا في الوعد الصادق رقم واحد وفي الوعد الصادق رقم اثنين نفس السرديه. وبعد اغتيال الشهيد السيد اسماعيل وبعد اغتيال الشهيد السيد السيد حسن نفس السرديه. ولاحظتم بعد اغتيال الشهيد قائد المقاومة الفلسطينية من الذي كان يتحدث أن الرد الإيراني اليوم الليلة بكرة الاثنين دونالد ترامب دونالد ترامب الذي قال بأنه تلقى معلومات استخباراتية تؤكد بأن الرد الإيراني سيكون خلال يوم الاثنين أي بعد ساعات من تصريحه آنذاك وعلى الرغم على الرغم من الغموض الاستراتيجي الذي اتبعته طهران حول وقت الرد وطبيعته. والتاكيد دائما على حقها فيه لان هذا يسجل في مجلس الامن الدولي وثيقه ان يعني هذا يعني ان ايران تعرضت لاعتداء ومن حقها ان تدافع عن نفسها فتقول احتفظ بحقي في الرد، يجب هذا هذا عمل دبلوماسي. ليش والله ايران تستخدم الصبر الاستراتيجي ولا يستخدمه حزب الله ولا تستخدمه حركه المقاومه الاخرى؟ منو لك ما تستخدمه كلهم في الصبر الاستراتيجي والسيد نصر الله كان في الصبر الاستراتيجي وإلا كان يفترض أن يعبد الطريق لكي يقوم بالرد بالطريقة التي هدد بها آنذاك وكما قلت لكم الخيار هو عنده في ثلاثية المقاومة والشعب والجيش وفي كل البيانات الوزارية عنده مخول من الحكومة بالرد بالطريقة التي تلجم هذا الكيان لكن الجبهة الداخلية ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية اللي هم يشتغلون كومبليتلي لصالح الكيان الصهيوني ويطلعون علنا أعاقد دون ذلك وهذه يجب أن تحاسب أقول على الرغم من أن إيران استخدمت الغموض الاستراتيجي الذي تستخدمه بقي فصائل المقاومة وكان الحديث يتحد يتكرر عن ان هذا الرد قادم لا محاله ايضا كانوا يشككون باستمرار وكان طبعا الغرب يحاول عن طريق الترهيب والترغيب يثني ايران عن الرد الاول الذي حصله اقصد الرد على اغتيال السيد الشهيد اسماعيل حتى قبل بدء العملية الأخيرة الوعد الصادق رقم اثنين بساعات كانت الولايات المتحدة بكل ما تملكه من تقنيات طبعا معها الاتباع واساليب وامكانيات منها الاقمار الاصطناعية التي لا تفارق فضاء ايران كانت بعيدة عن التنبؤ بساعه الصفر في حين ان الدعايه الصهيونية كانت بالمقابل تروج لامكانية شن هجوم وقائي هي لردع طهران حتى يخوفون ايران هسه ملاحظه الاكاذيب التي لا تزال يبثونها ومع الاسف في قنوات تابعه للمقاومه عن طريق ضيوف يجيبوهم من عملاء الوحده 8200 ما يعرفون دولي عملاء او عملاء بالمجان ايران ابلغت الولايات المتحده ايران لم تبلغ الولايات المتحده بموعد الهجوم ويريدون يعطون انطباع ان ايران تضحي بحلفائها من اجل البرنامج النووي شنو البرنامج النووي الايراني؟ شو حكينا عن هذا الموضوع لا أريد أن أفصل الآن قبل الهجوم كان التركيز على التشكيك بنية طهران في الرد بعد مضي أسابيع على اغتيال الشهيد إسماعيل تم اشتداد وتيرة الحرب على المقاومة في لبنان واستهدفت قيادات رفيعة وتوجت باغتيال السيد الشهيد القائد سيد شهداء الأرض واتهمت طهران أيضا في وسائل الإعلام بالخيانة باعت السيد باعت حزب الله وحتى هنالك حمله ممنهجه ادارتها ابواق اعلاميين معروفين وناشطين منسجمين دائما مع خطاب قاده كيان الكيان الصهيوني اللقيط هذا <applause> وين تخليهم في اي خانه وبالتاكيد تخليهم في خانه العماله بالتوازي كان المسؤولون الامريكيون والصهاينه يكملون جزءا آخر من المهمة هذه السردية تحضير الرأي العام لهجوم متوقع من قبلهم من دون الإدلاء بذلك بشكل صريح وبالشكل التالي هسه نعطيكم بعض المصادق حصول الولايات المتحدة على معلومات استخباراتية هكذا تشير إلى وجود مؤشرات تفيد تفيد بأن إيران قد تكون هكذا يقولون بصدد التحضير لهجوم بصواريخ باليستية على الكيان الالتزام بالدفاع عن الكيان نعم هذه هي روج لها الالتزام بالدفاع عن الكيان لصد اي هجوم محتمل وبالمناسبه وزير الدفاع الامريكي الويد اوستن قال في يوم 13 سبتمبر الماضي عن القوات الامريكيه المتواجده في المنطقه ومنها العراق بان هذه القوات باقيه لمواجهه ايران والدفاع عن الكيان الصهيوني ويقول مواجهه ايران واذرعها بدو يسميهم بالاذرع بعدين يجي واحد او يجون ذول اللي يشتغلون بالمجان وبعضهم عملاء ويبثون احنا مالنا وليس لنا ناقه ولا جمل في هذا الموضوع انت شئت ام ابيت هو جاي لك هو يقول انا اريد ان اضرب ايران وحلفاء ايران زين ويقول استخدم هذه القوات في المنطقه ومنها القوات في العراق هو يقول الامريكي يقول زين التهديد بأن أي ضربة مباشرة من إيران ستكون لها عواقب وخيمة على طهران التهديد بالعواقب الدولية وعدم تساهل الولايات المتحدة وحلفائها في مواجهة أي تهديد لاستقرار المنطقة التلويح بالتعزيزات العسكرية نقلنا قافل ناقلة وجبنا ناقل الطائرات وهكذا وحامل الطائرات وراحين جايين ووصول سفن حربية جديدة للدفاع عن الكيان بعد الهجوم فرض رقابة على الخسائر في محاولة الخسائر رقابة شديدة مسرحيه ربعنا العربان العملاء وهم فرض رقابه على الخسائر ومحاوله تفريغ العمليه من محتواها. وتناقلت وسائل اعلام غربيه ان الكيان استطاع صد الهجوم، زين اذا استطاع صد الهجوم بعد ليش يهدد بالرد؟ ولم ينتج ينتج عن الضربه خسائر تذكر وهكذا وهكذا اقلاع الجمهور بان ما وصل من هذه الصواريخ كلها اسقطناها واسقطتها دول مثل الاردن مثلا. فاستهدف مناطق مفتوحة الادعاء بأن الكيان أحبط الهجوم بمساعدة واشنطن تقليل أثر الهجوم وتصويره على أنه غير فعال التأكيد على وهكذا وهكذا هاي السردية دائما قبل وبعد تتكرر تتكرر أنا أنقل لكم فقط تصريح خطير لوزير الماليه في هذا الكيان الصهيوني اللقيط اسمه, اسمه تريتش هذا حكاب امامهم امام كابينه الحرب هذا يقول يعترف صوره وصوت امام جالانت وامام النتن عن عمليات الوعد الصادق رقم اثنين يقول قتله المئات من المسلمين بين قوسين الاسرائيلي قتل المئات هذا على, على اسمعوها المهم احنا لانه ن... نعرف كل الزين اكو سيطره على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الفيديوهات وعلى اليوتيوبات بس اقول لكم روحوا راجعوا ما صرح به هذا اللعين ومنشور على تويتر ومنشور بالاعتراف هم يعترفون بسقوط المئات ويعترفون بأن الصواريخ الإيرانية استهدفت قواعد عسكرية وأمنية ويجون العملاء يروجون ويقولون أنها مسرحية ابقوا معنا هكذا اختيل سيد شهداء الارض السيد الشهيد القائد حسن نصر الله احبائي هنالك روايات كثيره سمعتموها حتى بعض الروايات يعني فيما يتعلق بان سماحه الشهيد هو حي يرزق ايضا انتشرت وبعضها ايضا من يعني من من مخلصين من اناس طيبين مخلصين لا نشكك في نواياهم وطبعا نحن نؤمن بأن الشهيد هو حي يرزق عند الله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون. لكن الذي يريد الكيان الصهيوني ما دمنا نتحدث عن الإعلام وعن الحرب النفسية وعن وسائل التواصل الاجتماعي وعن السرديات الصهيونية الأمريكية العميلة فتعدد هذه الروايات كلها تصب الروايات التي يروجونها تصب في محاوله ابراز ان هذا الكيان الصهيوني هو لوحده متفوق عسكريا امنيا استخباراتيا تكنولوجيا على فصائل المقاومه وعلى ايران وعموما على هذا المحور. سماحه السيد الشهيد قبل استشهاده نعم تحدث عن تفوق هذا الكيان تكنولوجيا على الاقل وحتى في موضوع السلاح لان هذا السلاح هو يعطى له من قبل الامريكي ودول اخرى في المنطقه من في, في, في يعني في الغرب اقصد المنطقه باعتبار انا هنا جالس بل حتى الدعم المالي يجري بشكل منتظم من قبل دول عربيه وقعت اتفاقات ابراهام مع هذا الكيان الصهيوني وقامت بشراء الاسلحه من هذا الكيان لاستخدامها ما اعرف لماذا؟ وأين تستخدم؟ فهو دعمت آلته العسكرية عبر شراء أسلحة من قبله. لكن الوقائع والمعطيات التي يمكن أن نبحث عنها تؤكد بأن الكيان الصهيوني اللقيط تعمد بجريمته الكبرى التي لم تكن لتنفذ دون دعم مباشر من دول غربية ودول في المنطقة تعمد استهداف مجمع ابنيه سكنيه مدنيه كثيره، فقط من اجل القضاء على قائد المقاومه سيد شهداء الارض. هذه الخلاصه التي تم التوصل اليها من خلال سلسله من التحقيقات الاستقصائيه المنطقيه العمليه وطبعا بالاستعانه ب تقارير خاصة أيضا تسربت من المنطقة تحديدا. لا أريد أن أتحدث عن حجم التسلل الذي قام به هذا الكيان ودول غربية وعربية، أنت تعرف أن لبنان والضاحية بلد صغير والضاحية منطقة صغيرة وهي مفتوحة ياتيها العربي وياتيها الغربي ويزورها ما عندهم دوله داخل دوله المقاومه هذه مشكله المقاومه تدافع عن الدول لكن ظهرها غير محمي مع وجود البيان الوزاري مع وجود ثلاثيه المقاومه الجيش الشعب بس هذا الطابور الخامس الذي يتبرع كما ذكرنا سابقا في تقديم المعلومات والتجسس ضد هذه المقاومه، لقد خطط لهذه العمليه وتم تنفيذها من قبل الكيان الصهيوني ودول 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 غربيه وعربيه حتى بعد ان اكتشفوا او وصلوا الى معلومات عن مكان الاجتماع الامني لحزب الله تحت الارض وذلك طبعا من خلال معلومات استخباراتيه يقولونهم على الاقل الكيان الصهيوني انهم حصلوا على هذه المعلومات كمعلومه ذهبيه لكنهم لم يحددوا موقع سماحه السيد الشهيد بشكل مضبوط طبعا تعرفون هذا شنو يعني هذا يعني لو اراد هذا الكيان الصهيوني مع وجود هذا التخاذل العربي الجامعه العربيه مجلس الجامعة العربية يصدر بيان يذكر دولة إسرائيل بالاسم وعدهم اتفاقية دفاع مشترك أقول مع هذا التخاذل بل التواطؤ كان بإمكان الكيان الصهيوني وفق هذه القاعدة مربع فيه عشر أبنية وبيدت كاملة في حارة حريك لأنه فيها يتوقعون أن السيد موجود طيب وهو موجود في الضاحية يعني في مرحلة لاحقة لو لم يتم ذلك لكانوا أبادوا الضاحية كلها يطير طائرات وتطير ويا دول أخرى طائرات وهذا واستخدمون حتى النووي هم مرادوا يستخدمون النووي في غزة وقالها وزير التراث الصهيوني حتى تعرف عدوك يريد يبيدك. الضاحية كلها لأنه المبرر شنو السيد موجود في الضاحية والسيد موجود في لبنان في بيروت فلتفلت فلتفلت فلنبيد بيروت برمتها هذا هو المنطق وهو في لبنان فلنبيد لبنان برمته لا تقول لي بعد مسيحي وسني ودرزي وشيعي و 16 18 لا 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 هو الكيان الصهيوني يعمل بوفق نبوءة أشعياء هو يقول ذلك قال ياهو. فانطلقت هذه الطائرات الحربية لهذا الكيان الصهيوني وألقت حوالي 85 قنبلة خارقة للتحصينات تزن الواحدة منها طنا من المتفجرات بحسب ما أعلنه الجيش الصهيوني نفسه فوق منطقة محددة في حارة حريك وعلى هذه المباني العشره، وبعدين اطلقت باقي المتفجرات بقوه ليضمنوا عدم خروج حي واحد من هذه المباني. غارات متتاليه. طيب وانتم لاحظتوا الحديث الذي ذكره احد قيادات حزب الله مؤخرا نقلا عن فريق الدفاع المدني اللي فريق دفاع مدني يروح يلتقط الجثث عائدة بعد كل غارة يشنها الكيان الصهيوني على المباني السكنية حتى هنالك غازات غازات سامة تم اطلاقها، لم يكتفوا بالقنابل الخارقة للتحصينات بهذا العدد الهائل لإبادة مربع سكني برمته بل أطلقوا غازات قنابل فيها غازات سامة ولاحظتم الحديث قلت لكم راجعوه عن أحد قادة حزب الله وقال بأن أحد هؤلاء المسعفين استطاع وهو عند هذا الماسك هذا القناع اللي فيه أكسجين بشكل أو بآخر ورفاقه خلفه بعد جهد جيد دخل ووجد جثمان الشهيد مسجى فأراد أن ينقذه يعني اعتقد أنه فاقد الوعي وأعطاه القناع ما بالاكسجين فهو ايضا استشهد في اللحظه. يعني اذا عمليه جريمه مع سبق الاصرار والترصد. سبق الاصرار والترصد، قائد سياسي القاده السياسيون لا يقتلون. هذه الحرب هذه اصول الحرب. لكن هذا الكيان فعل سانه ما اريد اتحدث لك بتفاصيل هذه العمليه و القنبلة من طراز كذا خارقة للتحصينات بلو 109 وكل قم كل واحدة تزن هلقة 960 يعني طن كيلوغرام عموما تم تدمير هذه المباني لتدمير لقتل سماحة السيد الشهيد لبنان الذي لا يبعد عن هذا الكيان الصهيوني عن فلسطين المحتلة عن القواعد الجوية للكيان الصهيوني أكثر من 300 كيلو غراء كيلومتر عفوا مع وجود التفوق الصهيوني كان بامكان السيد الشهيد ان يلحق اضرارا اصلا ان ان يعطل ان يعطل هذه القواعد العسكريه في هذا الكيان الصهيوني خصوصا بعد ما لاحظتم بالفتره الماضيه هم راحوا وصوروا وعرفوا الاهداف هسه تقول لي ليش اذا لم يستخدم السيد الشهيد هذا الخيار خيار على الاقل الرد بالمثل مره اخرى اعود واقول مرة اخرى اعود واقول ان الجبهه الداخليه هي اهم نقاط ضعف السيد الشهيد شلون والمقاومه عموما دائما الجبهات الداخليه المدنيون في لبنان كان السيد الشهيد يفكر بهؤلاء مع انه لو رد بالطريقه التي قام بها هذا الكيان الصهيوني وتحمل الضربه الاولى المدنيون لا كانت المعادله تغيرت مو يجي هذا الطابور الخامس وحتى يومك هذا يشكك ويبث الرعب ويبث الاكاذيب ويقوم على قاعده التضليل يمارسها وهذا الكيان ايضا معه يستخدم اسلوب التجريف المعلوماتي جمع ما يمكنه من معلومات من هؤلاء الذين يضعفون جبهه المقاومه وهنالك تفاصيل عديده حقيقه لا استطيع البوح بها لكن لكل مقام مقال وان شاء الله في الحلقات القادمه بامكاننا ان نتحدث كثيرا عن كيف اغتيل السيد الشهيد وكيف يمكن ان يستفيد حزب الله والمقاومه عموما من هذه الاحداث العظيمه لتحويلها الى فرص للانتصار وهي بالتاكيد فرص للانتصار في امان الله